معلش يا باشمهندس، الناس اللي كانت ساكنه في مثلث ماسبيرو كان عنده عقد ملكيه، هو اللي مسموح له ان هو يرجع تاني يسكن في احد هذه الابراج؟ بالظبط كده سيادتك. تقديرا للمساحه اللي كان ساكن فيها هيدفع الفرق، ولا بيكون التعامل عامل بص ازاي؟ بص حضرتك، هي تحديد الملكيات ده تم من خلال محافظه القاهره. هم اللي حددوا ملكيه كل شخص، هل هو يستحق شقه مساحتها كام. طبعا احنا عاملين مساحات شقق بمساحات مختلفه، في عندي شقه غرفتين ومطبخ وحمام وصاله، في عندي شقه مساحتها كام يا فندم؟ مساحات مختلفه، في عندي شقه ثلاث غرف ومطبخ وحمامين وصاله. اللي بيحدد مين اللي هياخد دي او مين اللي هياخد دي محافظه القاهره. محافظه القاهره طبعا المحافظه كان في لجنه مشكله منها حددت قيمه التعويض لكل شخص، مش يعني تحديد قيمه التعويض بتاع الشخص، هو ده مش كان جهجهوني، لا ده طبعا من خلال لجنه هي اللي حددت قيمه التعويض. قيمه التعويض ده بيعتبر زي مقدم للوحده السكنيه، وبيتم تقسيط باقي ثمن الوحده السكنيه على اقساط شهريه، نظام ايجار تمليكي لمده 30 سنه. عظيم جدا. طيب عظيم. لغايه دلوقتي يا فندم عدد الوحدات دي قد ايه اللي هتسلم للسكان، وهل في شروط كمان عشان الناس ترجع تعيش فيها مره تانية؟ هو حضرتك عدد الوحدات اللي احنا بننفذها دلوقتي 936 وحده، كل برج 468 وحده بارتفاع 18 دور. طبعا ما فيش شروط للناس، لان دي يعني الناس اللي هي تم ترحيلها من محافظه القاهره بمعرفه محافظه القاهره دي، الناس دي معاها عقود ان هي هترجع تاني ومعاها ملكيه للوحده السكنيه، ما فيش شروط وما فيش اي حاجه بتمنع رجوع من شهر رحمان. الوحدات دي طبعا هتبقى تشطيب كامل، مجرد ان الساكن هيجي ان شاء الله هيستلم مفتاح الوحده بتاعته ويسكن ان شاء الرحمن على طول. عظيم جدا.